ده فضفاض صح. المهم على 25 ده انا ما كنت امشي للشماليه، وانا كنت داير الشماليين الشرفاء من ابناء الشمال، لكن الظاهر ما بزول شريف، اي زول قاعد يطبل للبرهان وقاعد يغطي له، انا مالي ماله. فك يو برو، انا مالي ماله. انتوا ذاتوا علموني يا جماعه باللغه الفرنسيه فك يعني شنو مثلا؟ انا ما والله ما لقيتها يعني الكلمه دي، انا كايشها لكن ما لقيتها. انا هسه الكلام ده قاعد اقوله لمنو؟ ما قاعد اقول جزء من ابناء الشمال الشرفاء ياخذوا نصيب بس. لو في 100 سفير جبال النوبه والنيل الازرق 25 سفير، ودارفور 25، الشرق 25، والشمال 25، حريه سلام وعداله. بعد ذاك الاقاليم دي بتغذي المركز، بتغذي العاصمه، يعني الان نانتي وانسي وروان وبتاع الولايات دي الفايد حقهم بينزلوا في باريس، باريس بعد ذاك بيوزي المناطق الجافه، يعني نحن الفايد حقنا، الفايد حقنا اللي بيجي في المركز بيوزوه، واكثر منطقه بعدين بتكون منطقه مستهلكه هي مناطق الشمال، لانه مناطق جافه. حتى ناصر قطارف لما قاعد يزرعوا ويشيلوا الزكاه حقهم، انا بعيني دي الله يقديها شفتهم قاعدين يشيلوا اللواري ليش؟ قاعدين يقول لي ده زكاه، قاعدين يدوا اهلهم في الشمال هناك. البوابير بتاع النفر الخضراء لما جوا للمساكين قام الدوله منه؟ الدوله التجار، الله يطلع ميتين قصدك. المرافق الحكوميه زول البجي بنكر بقول لك لا لا والله ان احنا الحكومه دي من جميع الناس، خلينا نصفهم صف، نصفه في صف، كم في الجيش كم في الشرطه كم وزاره الصحه وزاره التعليم وزاره الصناعه والتجاره، كل الوزارات السفارات دي كلها، اي مرفق حكومي 90% او 80% شماليين. دي كمان دار اثنين اتغلطوا، الشمالين ياكلوا نصيبهم. ده اكثر من كده كيف؟ لكن لا هم ما دارين كده، يقول لك تعال وندعم الجيش. ابو رحب قال شنو؟ ابو رحب قال شنو؟ قال والله يا كسله نحن فيديو قاعد، قال نحن اصلا كنا ما عشان حبا فيك انت قاعدين نرفعك معانا في الجيستيات، مفتكر انه احنا ما عندنا صفحات يعني؟ قال ما حبا فيك انت قاعدين نرفعك في الصفات، اها يا عاشق الحال. قال ان احنا عشان دايرين نحتويك عشان ما تمشي مننا وخطك يخدم خط الجنجويت. شوف انكشف المغطيس ستار بعد انا ركبتهم. قال ما حبا فيك انت، لكن والزمن داك عشان كان زنون بقى مع الشكري، والشكري بقى صاحبي، وزنون ما دير الحركة الإسلامية، وساق الشكري، والشكري هم من أولاد الجزيرة، حرقته هنا الكلام، حرقوا الكلام هنا، حرقوهم. فديل كلهم دائمين على أساس إسني ومناطق وقبلي. طيب طيب نقرا التعليق ده. طيب شهر كامل كسل عاطل بلبس، اوكي تمام. هاي والله العظيم شوف انا ما انا اصلا زي ما قال دخلت فورماسيون، فورماسيون بروفيشنيل بانتر ماتنو سافيني ريستي دو لا ميزون ماتنو ريستي دو لا ميزون دورمي toujours dormi, sorti, acheté quelque chose, acheté tomate, acheté pomme de terre, acheté coca, venu de la maison, dormi, toujours moi resté à la vacances, à la vacances. Maintenant, 9 mois, moi, tu travailles formation peintre professionnel. Ma professionnel. 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 Peintre. Professionnel. Ma professionnel. Ça finit. Maintenant, ça finit. Restez dans la maison. Dormi dans la lit.
دايره وقت كونترا وقت كونترا. ها ابخيم هو سيني لي كونترا ما كونترا 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 ابخيم هو سيني كونترا. في واحد امبارح خلطني قال لي يا اخي قال لي قال انت ما ساكن في فلتا انت ساكن في مرسيليا. افو مو جافي او كوتي لمارساي المدينه اسمها شنو نسيت اسمها كابايو جافيت لي كابايو او كوتي لمارساي او كوتي لافينيو ماتنو مو شونجي لي ميزون انا بدلت بيتي جافيت لو فيلتا او كوتي ال ام بي ال ام بي. اي انا زمان ساكن في 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 تحت من مرسيليا مدينه اسمها كابايون وحسي بدلت البيت وقاعد في فلتا ودخلت الفرماسيون 9 شهور واتخرجت منه وانا حسي نايم في البيت والفرماسيون انتهى والا نوقع كونترا بتاع الشغل نايم بس ده الكلام اللي قلته كله يعني مثلا ده الكلام حسي انا موجود قاعد في البيت. مرسي فرانس جو مابيل أحمد أحمد يقول لك أحمد أحمد محمد أحمد محمد فيني ان فرانس 2017 Florence Denis Papia, merci beaucoup Florence. Moi, je suis soudanais, il n'y a pas soudanais, il n'y a pas soudan parler français. C'est interdit là-bas, le Soudan interdit. Personne parler français interdit. Peut-être le chat au côté le Soudan parler français bien. Moi, venir en France à l'école, peut-être garder les télé, parler français un petit peu, discuter comme ça. حبوب حبيب بياكل ايش ولا ما بياكل؟ باكل لي لقمه كده برمي لي في بطاطين قروش ولا ما برمي بس خلاص ما محتاج اكثر من كده انا ثاني مش باكل هاي مش بنزل لي قروش في بطاطي هاي صالح ورجل هذا بشنو عليك ثاني ما خلاص كده ما حلو هسي ده ما شغل صح بس خلاص يعني ان يعني حتى لو في واحد فرنسي ضرب لي تليفون قال لي يا اخي اسمع يا اخي تعال كده كده بكره الساعه كده 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 فاهمه ولا انا ما مش فاهمه هاي موضوع ده ما بيتك زي كان في نرجع للضيفنا كان في اتجاه سمسم في سمسم بعدين يعني السمسم بيقوم طوال كده فكان الزول اللي بيرفع الأمال عشان يوديني يقطع السمسم من أحل البرقو الله يديم العافية فكان المحلات دي اسمه نوح الله يديني اسمه يا أخي يلا المحلات دي جونجران كان عمل فيها مؤسسات عسكرية وأبسبيكا واتجاه الجنوب والدكونة وركونة فعمل فيها مؤسسات عسكرية عشان الجيش يزرع ويأكل نفسه بنفسه ما يشتري على العيش كويس الفتريد دي يزرعوا الجيش وبعد ذلك شنو يحصدوا ويودوا شنو للجيش الجيش يأكل فكان عمل المؤسسات العسكرية الزراعية في ودكونة وعلى النيل وركونة وأبو سبيكة فود البرقو ده كان هو كومسنجي يعني برفع الناس كده الأمال بتاع وفي المحلات ده في عسد والعسد ده بدوش الناس فحاول يتكلم لهم بلغة أمهم إنه والله يا جماعة داري أوضح لهم هناك في عسد وكده والتفاصيل ده وده فقال لهم سمسم نسمسم تدي أمر أبوجك تدي ما بقلك تدار تجني سمسم نسمسم تدي أمر أبوجك تدي ما بقلك تدار تجني لو في مرقاة بس ما طعب جد ها أديك تربك طيب انا انت عارف اللايف ده اللايف ده يعني بمشي على قدم الوساق لايف فيه ضحك ولايف فيه قطيع زلط ولايف فيه اي حاجه
اللايف ده عدو تغيزه، يعني انا عندي اسلوب بتاع بغيز العدو حقي، انا اغيزه يعني هسي بخليه يفوق، وفي نفس اللحظه هو فاير انا بديه ابتسامه ضحكه وبخش له بجاي وبرجع اللايف وبمشي بغادي وبرجع بجاي بمشي بهنا برجع بغادي بجرمه بجاي بودي بغادي بقرا لي تاريخ بدقه بجاي بطلوا من اللايف. اول حاجه ما فاهم حاجه، ولا كمان بطلوا قلبه طام مني في كلمتين ثلاثه انا رميتها، وبينوم هو ماسكه دغد وممكن يطلقوا مع اولاده دار. انا يا جماعه دايرين الجد ولا دايرين الجنب؟ انا قلت حريه سلام وعداله، لا ولا ما صح. الحركة الإسلامية اللا إسلامية طلعت ميدين أبو البلد ده، صح؟ ما تقول لي حريب وما تقول لي معركة كرامة ومعركة زفتي ومعركة أفن، أنا ده كله ما بركب لي في راسي. أنت انضميت مع القوات المسلحة ده، أنا ما دارك تشتغل مع الجيش ده، أنا دارك تخوض خطة استراتيجية تنقلب فوقه وتجيب أخوانك وتعمل كونتاك جبال النوبة النيل الأزرق. أنت هنا في المحل ده ما تقول لي معركة كرامة ومعركة زفتي هنا، انت تفكر كيف توصل البرهان تختاله ولا اي حاجه، تفكر كيف تمسك الميكروفون وتطلع لايف ولا ايا كان توضح للناس انه استلمنا السلطه. وفي نفس اللحظه عشان ما يبقى حرب اهليه في تجيب الاطراف دي كلها وانت تكون جزء من العمليه دي وتزرع ناس في جوه القوات المسلحه والقوات المسلحه في لايف.